ممكن تعرفينا على اسمك يا دكتوره؟ جودي محمود حسين. انت في حضانه ايه يا جودي؟ حضانه الطفل العبقري. وبتقراي في كتاب ايه يا جودي؟ في كتاب من حق اقرا. احسنت، برافو عليكي. طب انا عايزاكي تفتحي صفحه 68. طب ممكن تقراي لي الدرس؟ صلاة الفجر نادر تلميذ مهذب ينام نادر مبكرا كل يوم يسمع نادر أذان الفجر فيذهب إلى المسجد ليصلي ويذكر الله تعالى ما أجمل صلاة الفجر. طب ممكن تقولي يا دكتورة كم عدد الصلوات في اليوم؟ 5. طيب مين صديقنا اللي بنتكلم عنه؟ نادر. طيب ممكن تطلعي لي كلمة فيها مد بالألف؟ نادر. طب أنا عايزة كلمة فيها سكون. ويذكر. طب أنا عايزة تطلعي لي حرف جر. إله. طب إيه هم حروف الجر؟ منه فيه وإله وعن. أحسنت، برافو عليك يا دكتورة. انطلق بأطفالك نحو مستقبل أفضل مع مناهج الطفل العبقري. خير البناء بناء الأبناء.